النهار انا خارجه مع ديك ال11 من الخدمه ثاني استخدمتي تتشدني كتقول لي اجي نصيفطك. قلت لها واخا مادام مرحبا. قالت لي تمشي للبقال تجيبي لي بريزيرفاتيف. قلت لها شوفي البنات هما يجيبوه لي. قالت لي لا انتيا مشيت بان لي المحل عامر بالناس داك البقال عامر. رجعت في حالي كتبت عليها قلت لها راه سميتو داك البقال راه ما عندوش بريزيرفاتيف. رجعت قلت لها عطيتها فلوسها. قالت لي اجي فين غادا. قالت لي واحد الكليان شافك راه شاف البنات كاملين وما عجبوش هتدخلي تخدمي له. قلت لها لا راني نمشي سالا يعني سالت الوقت ديال الخدمه ديالي. قالت لي لا والو يدوزي وهادي وديك الساعه وسيري. وجاتني من الاخر قالت لي هاد الكليان سميتو كيبغي يمارس وهادي وهادي. قلت لها لا انا ما نمارسش معاه. تزيدنا في الهضره نط عندي ضرباتني جاو البنات تاع المحل اللي معاها قدام يعني هما كليكا البنت واش كتخدم تما يعني راه كيديروا كليكا يعني بحال العصابه. تحاروا عليا كاملين. كلين كان في الشومبر كان جالس كيتسناني باش نجي نمارس معاه. كان يعني ما لابس حتى شي حاجه كان تيتسناني باش نجي لعندو فاش انا رفضت وقع هذا المشكل يعني ودبزنا وتكرفسوا عليا وهجموا عليا. شنو دار الكليان؟ لبس حوايجو خرج وجا لعندي قال لي شكون انتي ما تتناسيش معايا وبقى كيعايرني وهادي صافي. وشدني وبقى كيضرب فيا ويخشي فيا يدو ويخشي فيا رجلو تكرفس عليا مزيان حتى جاو البوليس داونا كاملين. حسيت بالحقره تمنية د البنات وراجل كليان ضروري غنتألم حيتاش هو براسو يعني انا رفضتو. الراجل فاش كترفضو شي وحده ما كيتقبلش. قال لي نعطيك اللي بغيتي وبقى كيلوح عليا الفلوس. قلت له ما تهضرش معايا انا ما غاديش ندير شي حاجه صحه. ويشدني وبقى كيضرب فيا وتكرفس عليا مزيان. نطلب باش ياخذوا لي حقي من هاد الناس. مشينا داونا البوليس درنا الشكايه. بداو يعني انا اللي هاجمين عليا وبداو البوليس كيتعاملوا معايا بواحد الطريقه في شي شكل. لو انت كتدخلي وتخرجي في الهضره يعني انا جايه نشكي باش تبقى تغوت عليا ولا ما عندكش الحق تغوت عليا. صافي درت شكايه داروا هما الشكايه عاودت لهم داكشي اللي كاين. صافي هادشي اللي كاين الصراحه تاقو ما تاقوش حيتاش انا فاش انا داخل لذاك الدومين راه يحسبوني فحالي فحال جميع البنات اللي خدامين تما ما غايشوفونيش بنت الناس. ونبان لهم بدون مستوى. مهم كيسمعوا لي وصافي. صحتي كامله وجهي يدي تكرفسوا عليا ديال بصح. درت شهاده طبيه فيها 30 يوم يعني مشيت لعند الطبيب بقى كيشوف فيا قال لي بقيتي فيا بنتي هجموا عليك وتكرفسوا عليك. صراحه بتعامل معايا وعمر لي شهاده طبيه فيها 30 يوم حيتاش بالصحه صحتي كامله مدقدقه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.